محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لماذا ردت المقاومة الفلسطينية على من يطالبها بالاستمرار في المفاوضات؟ أنها رفضت الاستمرار في المفاوضات. شوفوا اللغبن شو، حينما لا تجد المقاومة غطاء سياسيا يمثلها في المفاوضات، فاعلم أننا وصلنا إلى نقطة أن لم يبقى لها إلا الله. أنا غادي يكون إلا الله. فاغتيال هنية على أرض طهران المزعوم أنها هي التي تؤيد، فلم يبقى لها بعد ذلك وبعد اختيار المسؤول عن المكتب السياسي تحت الأنفاق، لم يبقى لها من يمثلها في هذه المفاوضات. إذا لماذا رفضت المفاوضات؟ أولا نقولكم في الساعة نبيل، فالعدو متعنت ورافض شروط التفاوض التي تم الاتفاق عليها، وخاصة في ذيك المبادرة ديال بايدن. قالوا راه قبلناها. واش هي الشروط الثلاثة التي اشترطتها المقاومة حتى يستمر التفاوض؟ واش هما شرطها؟ والمنتن يراوح مكانه ويربح الوقت. واش هي الأولى؟ واش هي؟ الوقف إطلاق النار الدائم وليس المؤقت. دائم هما يراوح بالمؤقت. دائم. أو لما كانش المفاوضة، لا يمكن أن تكون المفاوضة تحت زي وابل من النيران. هذا مش مفاوضات، هذا يملي عليك. ثانيا واسمه ما شاء الله تبارك، انسحاب الجيش الصهيوني من محور قولوا صلاح الدين في فيلادلفيا، هما اسمه صلاح الدين عند معبر رفح في الحدود نتاع غزة مع مصر، وهو المتنفس الوحيد والرئة الوحيدة التي تتنفس بها غزة مغلقة. وهذه مخالفة لما معاهدة كامب ديفيد بين مصر وبين العدو، ومع ذلك لم يفعل ذلك النظام أي شيء. ولكن هم لم يطلبوا الانسحاب فقط من هذا المحور، انسحاب ماذا؟ من غزة بأكملها. إذا هذا الشرط الثالث، والشرط الثالث واسمه هو يا وزير عودة النازحين إلى بيوتهم، خاصة من الجنوب إلى شمال غزة. هذه ثلاثة: وقف إطلاق النار الدائم، انسحاب من غزة وخاصة من محور فيلادلفيا اللي هو صلاح الدين، وثالثا عودة النازحين إلى بيوتهم. إذن هذا هو العدو. واسمو يدير يراوح مكانه كل مرة، واسمو يدير يزيد شرط أخر لا إله إلا، فهو لم يقبل هذه زين ويراوح مكانه لا حول، فهو لم يرفض قط هذه النقط الثلاثة، ولكن أضاف إليها شرطا آخر جعل المقاومة اسمه ترفض هذا النوع من المفاوضات العبثية. هذوهم العديان هما. أضاف إليها شرطان. الشرط الأول اسمه هو يلا وين الأولى واسمه إن شاء الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله، ليس فقط رفض عودة النازحين إلى بيوتهم، ولكن رفض زيد المشمولين في الصفقة المستقبلية بالإفراج، رفض زيد أن يذهبوا إلى غزة، خارج غزة. يعني منين يوقع هذاك الشيء؟ هذوك اللي خرجهم واسمه خارج غزة. وهذه هي الوحدة اللي دار، والثانية اللي هي خطيرة واسمه هي لا حول ولا قوة، المطالبة بإخراج رموز وقادات المقاومة من غزة. هذو تفاوضهم هذا، يعني يخرج الضيف ويخرج
شيء وش يقول هذا؟ ما وما ماذا يقول هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسألة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى في الملاحظات وفي التعليق، هذه الشروط الجديدة التي يطرحها المنتن والتي يهرب بها النقاش حتى يستفرد بغزة وتستمر مسألة إحراق غزة وقتل المدنيين خاصة في هذا الظرف الذي وصلها من الدعم، تعرف شحال الدعم اللي وصلها في هذا الوقت؟ 14 مليار دولار. غزة ما كاينش دور. شوف أخويا الغرب شوف الله، فليس له إلا معنى واحد هو ربح الوقت، وليس هنالك جدية في مسألة تناول ملف المفاوضات بجدية، لأن الذي يعرف طبيعة هذه العقلية لهذا النوع من الخلق انطلاقا من القرآن راه يشوف العجب، ولكن الناس ما تقراش القرآن. كلما زيد عاهدوا عهد زيد نبذه فريق منهم، ما هكذا، هذا ربي هذا اللي خلقهم. فليس له إلا معنى واحد وهو تهريب المفاوضات والهروب إلى الأمام وانتهاج سياسة التقتيل الممنهج للمواطنين وازدياد ما يسمى بهذه المجازر التي فاقت كل ما وقع لهم على عهد هتلر. هذاك اللي وقال لهم على عهد هتلر كما قال واحد منهم، قال مسلم، قال له بالنسبة لما فعلناه في غزة لا يساوي شيئا. لا يساوي شيئا، هذا هو مرهم كيقولوها. لأن واحد السيد هرب، واحد جند من جنودي هرب، راك قريته يعني، ومشى طلب اللجوء السياسي عند واحد الدول العربية، هرب من الجندية وعطاو له وقال لهم إن شاء الله تبارك واسمه، قال لهم فعلنا في العرب والمسلمين في غزة ما لم يشهده هذا القوم إبان ما يسمى بأفران الغاز. احنا درنا أكثر، هذا شاهد منه يا الله، لا إله إلا الله. لأن الموافقة أي موافقة العدو على شروط المقاومة معناه تعريض المنتن للوقوف في المحكمة لكشف الحساب، فهو مطالب قضائيا، هما مطالب قضائيا ليحاسب على كثير من الأمور، وفيه خسارة زيد مستقبله السياسي والإطاحة به كمثل أعلى في هذه الدولة. هو أراد أن إن شاء الله تبارك وتعالى قال لك باش يحافظ على هذه السمعة دياله، إلا ساروا حتى تقبلوا هذا الشيء فهذا إعلان عن استسلام العدو، وفي ذلك زيد خسارة المنتن لمستقبله، ويمكن يدخل السجن ويمكن، وهذا الشيء ما بغاش. إذن فهو يفضل المصلحة الفردية على زيد المصلحة ديال بلاده. وكي تشوفوا الرئيس يفضل الرئيس تاعشي يفضل مصلحته على مصلحة الأمة، وما معنى أن هذه الأمة إلى إدبار، هذا من علامات السقوط المحتم، هذا من علامات السقوط المحتم. الرئيس ديالهم ولا بحال الرئيس ديال واش ديالنا حنا ديال هذه الدول العربية، ولاش مصلحة. هذه الأولى. يعني الملاحظة الثانية اللي بغيت الآن إن شاء الله تبارك وتعالى تشرب أعناق كثير من المسلمين الطيبين ليسألوا عن الرد الإيراني الآن في هذا الوقت. ولكن يقول في هذا الوقت هذا ما عندهم لا اللي يمثلهم في المفاوضات، وأنت أين هذا الرد؟ لا حول ولا قوة، تهديدات فقط. ولذلك يشاء ربك أن هذه القضية، شوف صدق رب سبحانه عز وجل لحكمته يأتي بأمور عجيبة زين لكي تعري على كل من لا يريد الله له أن يحظى بشرف دعم هؤلاء، لأن قضية الأرض المقدسة يا أبا الله إلا أن تنصر من قبل الصادقين المنحازين لله. وأرجو إن شاء الله يكون القادة هنالك قد بلعوا الطعم، والآن إن شاء الله تعالى لما قتل هنية هناك
أصبح كلام آخر، وسكتوا عن تلك الكلمات التي كانوا يقولون تزجية لهم. اسمع داستي بكار بكري وشوف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك واحد القس ناض واحدة أن نائب وزير الخارجية قال لهم ودي إنما قام طوفان الأقصى انتقاما لمن؟ القاسم؟ ونرد عليه أبو عبيدة قال له شكون قالها لكم؟ بزاف هادشي، حنا قايمين على مسألة القدس والأقصى. شوف الاستغلال، عقلية الاستغلال أنت شيء يقدسه المسلمون من السنة وفي ظل خيانة الدول العربية ووقوفها مع العدو تستغل هذه الفرصة. ما كانش ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأين إن شاء الله تبارك وتعالى تلك التصريحات العنكرية؟ فهؤلاء لا علاقة لهم أبدا كما كنا نقوله لحد الآن، فليس هنالك أي إنجاز على الأرض يدل على أن تصريحاتهم جادة. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنالك إن شاء الله شبه يقين عند المقاومة الآن، إلى ما كش اليقين بأكمله، أن الاستمرار في مهزلة المفاوضات هو محض عبث وتضييع للوقت مع هذا العدو الذي لا يمكن أن يفي لهؤلاء بأي وعد يقطعه على نفسه. ما يقوله الآن اسمه يدير يتخلى عنه بالأمس، ما يقوله بالأمس يتركه في الصباح. هذا هو شرك يدير، ويربح الوقت من أجله أن يأتي العالم الغربي لكي يمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولذلك فعلى مصر وقطر أن تنسحبا من هذا العبث، لأن أشقلوا لهم قال لهم إحنا كجينا الأخبار غير من بعيد، وما عندناش اللي يمثلنا، والمفاوضات ولات غير في الصحف، ولات، وهؤلاء غائبون، أصحاب القضية غائبون. هل مصر مؤهلة لكي تكون وسيط؟ واش نقول؟ كي نقول هذا وسيط؟ وسيط واسمه؟ ومحايد؟ لا يمكن. هي التي تفرض الآن الحصار على إخواننا، هي التي تمنع دخول المعونات، هي لو تكلمنا الليلة بأكمله عن جرائم ما انتهينا. وقطر ضعيفة محكوم فيها، هنالك أكبر قاعدة عسكرية العديد، فهي على قد حجمها. ولذلك كيف كان بكري فرضوا يقولوا خص تحضر روسيا وتركيا في كل المفاوضات وأن تكون شاهدة على أي اتفاق. أما هذا مصر وقطر يعني هذيك مع أمريكان يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان لا يستطيع قطر ومصر الضغط على العدو للوصول إلى اتفاق حقيقي يفضي إلى تطبيق شروط المقاومة الثلاثة، قال لهم بالتالي آخر تصريح اسمه قالت المقاومة في غزة المكتب السياسي اسمه قال لهم لم يصلنا أي شيء، اللي وصلنا لا يلبي حاجياتنا، فنحن لسنا معنيين بقضية المفاوضات في قطر. صار نكمل لكم المسألة الأخرى. الآن ما بقى لهم حد، الله أكبر، باقي لهم الله، باقي لهم الله، وكيبقى لهم الله، سمعوا مزيان، وينحازون بكلية إلى الله، ويقطعون حبالهم مع كل البشر، حتى يقطعوا حتى مع هذيك الدولة اللي كيقول حتى هذيك إيران، اقطع، وتوجهوا إلى الله جميعا بكليتكم، إلى الله، خزائنه لا تنفد. نصره قد يأتي من أغرب ما تتصور. الله تعالى سيدخل المعركة، استغفر الله، يعني يدخل المعركة المعنى وزمه يعني أن الله تعالى سيكون معه، إلا تنصره فقد نصره الله، إذ خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين في مزوج
للشعب المقاومة، شعب غزة الحاضنة الثابتة الصابرة التي لا تريد أن تترك تلك الأرض وتكرر مسألة ما وقع في 48، ويقول نحن هنا ثابتون نضحي من كل شيء صابرون. وإذا أولئك المقاومة عليهم أن يقتروا كله ويتجهوا إلى الله، وهنا فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده، أمر من عنده، يابى الله أن يجري النصر في أرض القدس الأقداس على يد من يتلاعب بالملف ويستعمله لمصلحته، يابى الله. إذن وصلت القطيعة بتاع الحبال مع الناس. وأما هؤلاء الأعداء فأقرأ عليهم قول الله تعالى: إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تخيل معي الذين ينفقون أموالهم على الملايير في العرب في أوروبا ليصدوا، شو ليصدوا؟ قضية دين، لأن القضية هي الإسلام ما يبقاش. والله لا كنقولها دائما، نقول لهم الإسلام السني، أقول لك ما ديش الطائفية، اشترك تقول انت الطائفية، راهم يقتلوك على سميتك أبو بكر وعمر، أنت مالك واش أنت واش مالك واش اللي يقتل كل شيء؟ الملايين تاع السنة، واش الدم تاع المسلم في سوريا وتاع العراق أقل من تاع شكون تقولوا؟ شكون تقول؟ الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن فسينفق الفاء واسمه يا فيها واسمه الإسراع تعقيب كل شيء غادي كل شيء فسينفقونها ثم أي خص شوية الوقت ثم تكون عليهم حصرة غادي تحصروا إلا ما تحققش النتائج ومن بعدها واسمه الثلاثة ثم يغلبون. هذه في الدنيا. والذين كفروا زيد إلى جهنم يحشرون ليميزة شيشة باقي التمييز تاع الصفوف. النصر ما يكون إلا إذا تمزج الصفاء، ما حد باقي شي ناس، الناس تيقن فيهم من أهل يقولوا بالله ليميز الله الخبيث من طيب، راه باقي الخبيث، راه ما كاينش شايت هذاك الطيب النقي النقي، راه متلبس الآن، ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض يبان فاركمه جميعا فيجعله في نار جهنم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في سمعة سيدي، فهذه بوادر النصر. اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصرهم يا رب. وصلى الله على حبيبنا محمد.